في لغز ما بين التقدم المطلوب الحق اللي احنا الناس بتحلم بيه وما بين كبح جماح الانبعاثات الكربونيه من خلال الاستغناء عن الوقود الاحفوري. الموضوع فيه لغز مش مفهوم. زي ما حضرتك بتقول ستظل يعني كانت الطاقه وما زالت وستظل صحيح هي المصدر الاساسي للقوه، لانه من يمتلك الطاقه يستطيع ان يتمتع باقتصاد قوي، ومن يتمتع باقتصاد قوي هيفرض ارادته السياسيه على الجميع باختصار، حتى بدون سلاح. يعني كنا زمان كنا بنشهد احتلال الدول القويه للدول الضعيفه للحصول على ما لديها من خيرات وثروات عسكريا، وده كان بيكلفها الكثير، بيكلفها مثلا 60-70% من الثروات بتاعه البلاد المحتله، بخلاف الخسائر البشريه والماديه التي تلحق بها ايضا. النهارده ما عادش الاحتلال عسكري، الاحتلال بقى فكري، وبالتالي هو مش محتاج يجي يهاجمني لغايه بيتي ويستولي على ارضي علشان خاطر ياخد القطن. لا، هو بياخد القطن بما يعني ببساطه شديده مقابل سلعه تانية هو بيديها لك مستهلكه، وبياخد قصادها سلعه تنفعه وتدوم عنده. ولهذا بنجد انه زي ما حضرتك بتقول هو مش لغز. سيظل الصراع الاكبر بين دول العالم الكبرى على منابع الطاقه في العالم، وسادلل على هذا بشيء. في الفتره من 81 لغايه 93 اثبتت الدراسات والابحاث الجويه والارضيه والبحريه ان منطقه حوض شرق المتوسط ده منطقه غنيه جدا بالمواد بالطبقات الحامله للمواد الهيدروكربونيه وبصفه خاصه الغاز. وكانت الدراسات تؤكد في نهايه التسعينات انه سوريا ستكون اكبر ثالث منتج للغاز على مستوى العالم بعد روسيا وايران. سوريا. والمتتبع للمشهد يقدر ببساطة شديدة بعد كده يمسك الخيط. صحيح. متى بدأت الحرب في هذا المكان؟ ومتى بدأ انتشار داعش في هذه المنطقة؟ ومين اللي موجود هناك؟ باختصار كل القوى الكبرى. باختصار. لا، الروس كمان اللي منتجين للغاز في العالم، يعني الروس يعني لهم مصلحة في هذا. القوى الكبرى. هي داعش من القوى. لا، هي أداة. لا، أنا بتكلم على هي أداة للقوى الكبرى. هي أداة للقوى الكبرى. بحيث إنها تبرجل إنتاج المنطقة دي. من المستفيد؟ التعاون اللي الدكتور عبد المنعم اشار اليه. لا يمكن ان يكون هناك استفاده من وضع في العالم ما لم يكن هناك اقطاب كبيره يعني بليسنج هذا الوضع. فاستمر الوضع كده، ولم تبدا سوريا في انتاج الغاز في هذه المنطقه من 2003 كان مخططا حتى اليوم. وبالتالي من الذي استفاد من هذا؟ استفاد من هذا من لديه تواجد على الارض بانتاج غاز بيقدر يوزعه حواليه ويستفيد منه، وما يخليش ان في دوله تانية في هذه المنطقه جنب مصر تبقى دوله محوريه تقدر ان يكون لها سيطره اقتصاديه على مقدرات الامور في حوض المتوسط، وبالتالي يبقى لها كلمه سياسيه وتفرض ارادتها. هذا هو المشهد. اشتباك مع المنطق ده، لانه اللي طلع عنده غاز، ما قبرص طلع عندها غاز بغزاره شديده، واسرائيل بغزاره شديده، الفلسطينيين موجود بس ما طلعش، احنا كمان يعني طلعنا. المنتج الاكبر للطاقه في العالم في الاخر هو الولايات المتحده الامريكيه، لو خدنا النفط الصخري وغيره من الامور. بالعكس، يعني هو القضية ان اللي عنده غاز بيشتري بضائع كثير، يعني ده الجانب ليه انا دمره وهو هيبقى عنده فلوس، وانا اللي عندي الكمبيوتر، وانا اللي عندي اخر برامج الحاسبات الآلية ولها علاقة بالاتصال وعلاقة حضرتك ذكرت امثلة. فهنا التجربة اللي عملتها الولايات المتحدة في اليابان اللي هي دمرتها فعلا بالقنابل الذريه، او في المانيا اللي قسموها لعقود طويله واخضعوها، كانت ان هم في الاثنين في الاخر شالوا النظام الراسمالي العالمي على اكتافهم مع بقيه الاخرين. صحيح. فنظريه انه بمجرد ما بنلاقي خير في حد فندمره،
انا رايي لازم كمان نتحمل مسؤوليه انه ما يوجد في وسطنا كعالم عربي واسلامي من عناصر متطرفه كلفت بلادنا وكلفت العالم الكثير.